السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس علي الوكيل ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد على قناتنا على اليوتيوب ان شاء الله الفيديو ده هيكون جديد وهنتكلم فيه عن القواطع الكهربية احنا عارفين في اي مشروع في اي نتورك عندنا ممكن الدوائر الكهربية اللي موجودة عندنا او الاحمال يحصل فيها شورت سيركت وبالتالي هيمر طيار عالي جدا الطيار ده ممكن يودي في الاخر ان الاسلاك تتحرق او الكابلات تتحرق او لو كان عندي حمل مغذيه ببصوي ممكن يتحرق لذلك وممكن كمان الاحمال زي الموتورز يحصل فيها مشكلة او البانيل بوردز عشان كده لازم احنا نحدد وسيله الحمايه المناسبه نختارها ووسائل الحمايه اللي موجوده عندنا في الدواير الكهربيه زي السيركت بريكرز يبقى انا لازم اختار السيركت بريكر المناسب اختار له الاي ريتد المناسب والشورت سيركت كارنت كاباسيتي المناسبه وكمان المكان المناسب وكل نوع من انواع السيركت بريكر خاص باحمال معينه لازم اوصف السيركت بريكر بتاعي صح واختاره صح عشان يفصل تيار الشورت سيركت في الوقت المناسب قبل المعدة او الجزء اللي بينقل الباور من اللوحة الى او من الترانسفورمر الى الحمل زي الكابلات او البصوي او الوايرز كمان احميه من تيارات الشورت سيركت او من الدمجد ان شاء الله ده الفيديو ده هيكون فيديو هنقدم فيه ان شاء الله الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها عن السيركت بريكر وازاي احسب السيركت بريكر وان شاء الله ابتداء من الفيديو الجاي هنتكلم على كل التفاصيل اللي احنا هنعرضها ان شاء الله على حضراتكم في الفيديو ده اول حاجه ان شاء الله هنحب نعرفها وهو التايبز اوف سيركت بريكرز السيركت بريكرز تايبز ممكن بتتحدد عن طريق يا اما السيستم بيكون منها اي سي وفي دي سي وكمان انواع السيركت بريكر بتتحدد على حسب الفولتج نتورك في منها لو فولتج وفي منها ميديم فولتج وفي منها هاي فولتج واللو فولتج سيركت بريكر زي المينياتشر سيركت بريكر او المولدد كيس سيركت بريكر او الاير سيركت بريكر ان شاء الله كل نوع من الانواع دي هنعرف طيار الريتنج والاي ريتنج اللي موجود في السوق بتاعه كام وكمان الشورت سيركت كارنت كاباستي اللي موجود في السوق والحاجات الافيلابل كلها اللي موجوده هنعرف الريتنج بتاعها وبالنسبه للميديم فولتج في منها السيركت بريكرز ال ال طبعا بتكون موجوده في الديستريبيوتر الموزعات في منها فاكيوم سيركت بريكرز وفي اس اف 6 سيركت بريكرز والهاي فولتج بيكون كمان عندنا سيركت بريكرز اويل سيركت بريكر واس اف 6 سيركت بريكرز بعد ما عرفنا انواع السيركت بريكرز هنتعرف كمان ان شاء الله على ازاي اوصف السيركت بريكر هاو تو سبيسيفاي سيركت بريكر لازم عشان اوصف اي سيركت بريكر لازم احدد لها شويه حاجات احدد الاوبريتنج فولتج بتاع السيركت بريكر ده احدد الريتد كارنت او الثيرمال كارنت اللي هو الاي ار او الاي ان ازاي احدد اوصف كمان في التوصيف ده احدد الانستانتينيوس شورت سيركت كارنت او الماجنتيك شورت سيركت كارنت اللي هو الاي ام وكمان احدد الشورت سيركت كارنت كاباستي او الريتد بريكنج كاباستي اقصى تيار شورت سيركت تحمله السيركت بريكر وهو الاي سي يو وهنعرف ايه الفرق بين الاي سي يو والاي سي اس وكمان لازم احدد وانا بوصف السيركت بريكر لازم اوصف نوع السيركت بريكر اللي استخدمها هل هي ام سي بي ولا ام سي سي بي ولا اي سي بي وكمان احدد وانا بوصف السيركت بريكر النمبر اوف بولز هل هي 1 بول ولا 2 pools ولا 3 بولز ولا 4 pools على حسب الابلكيشن اللي عندي. كمان هنتعرف في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله على ال circuit breaker curves اللي هو ال p وال c وال d ومن خلال الكيرفز دي وخلال ال characteristics ديت هنحدد كل type of curve هيكون خاص بمجموعه من الاحمال معينه بتختلف عن بعضها. كمان هنعرف هناخد بروجكت صغير من اول الترانسفورمر حتى لوحه الاناره او لوحه الافياش هناخد بروجكت صغير ونحدد فيه انواع السيركت بريكر اللي انا هركبها بالظبط في المشروع عندي كمان هنتعرف في الفيديوهات اللي جايه على السيتنج اوف سيركت بريكر ازاي اعمل سيتنج سواء كان الاي ار او الاي ام كمان في حاجه مهمه جدا هنتعرف عليها ان شاء الله وهي الانترفيس ما بين السيركت بريكر وما بين الفاير الارم سيستم والانترفيس ما بين السيركت بريكر والبي ام اس سيستم البيلدنج مانجمنت سيستم واخيرا ان شاء الله هنتعرف في الفيديوهات اللي جايه على نوع من السيركت بريكرز وهو الارث الارث ليكج سيركت بريكرز او في بعض الاوقات بنسميه الريزيدوال كارنت سيركت بريكر وبعض الاوقات برضو بنسميه الجراوند فولت سيركت بريكر وان شاء الله ابتداء من الفيديو اللي جاي هنتعرف فيه على كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها ديت ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ان شاء الله واشوفكم الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.